هلا رح نشوف رأي، مش رأي، خلينا نقول قصة حد حكي لنا عنها. بتعرفوا هالشخصية، رح بتشوفوا أكيد. وبالصبر كمان رح يكون كمان رح تكون مفاجأة لإلك. حبينا إنه كمان تكون من آخر القصص أو من آخر التصويرات اللي عملناها، ورح نسمع قصة كثير كثير جديدة علينا عن عبادة الجوهر. رح نسمعها. ماشي. صداقتي بالفنان عباد الجوهر ليها من العمر 26 سنة. بدأت سنة 73 لما أنا كنت طالب في الجامعة في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتعرفت بالأخ الفنان عباد الجوهر. الحقيقة العمر ده جمع بيني وبين عبادي حاجات كثيرة، كان من أهمها أني تعلمت من عبادي إزاي أسمع وإزاي أحس الغنوة، ازاي احس الكلمة، ازاي احس اللحن. وده كان مجرد الاحساس فقط ولا له اي علاقة تانية بالنواحي الفنية. بعد مرور الفترة الطويلة دي او اثناءها، حصل كتير من المواقف بيني وبين الاخ الفنان عباد الجوهر. عبادي يتميز بالحرص الشديد جدا، وهو من النوع اللي ممكن يقول ان هو يشعر بالحس السادس. في يوم من الايام سنة 78 كان عبادي مسافر، ورحت اوصله المطار. فمن اول ما ركبنا السيارة بدأ يحذرني من السرعة، لان في 78 انا كنت يعني اصغر من كده طبعا، وكنت بميل لقيادة السيارات بسرعة شوية، واحب اتخطى الناس حتى لو بشكل مش مفروض. ففي اليوم ده حذرني عبادي وقال لي 3-4 كلمات انا مش ناسيهم. قال لي اعمل حسابك، لو حصل حاجة حسيبك وحمشي، أنا مرتبط بطيارة. فأنا أخذت المسألة بتهاون شوية، وجيت في شارع رمسيس وفي زحمة السير، وأول عربية جت في وشي رحت داخل فيها. فعبد راح فتح باب العربية ونزل وقال لي باي باي وسد وشي. أنا بعد كده بقى شفت العذاب ازاي. وهذا طبعا الأخ أزت الدكتور الدين احمد محمود، صديقي فتره طويله جدا، هو اليوم مدير مؤسسه اوتاع. هذه القصه حقيقيه ذكرها من زمان صحيح. كيف كان لك قلب تتركه بالشارع واحده؟ لانه طالع المطار عندي شغل ضروري لازم اسافر جدا، الكلام ده في القاهره حصل يعني. نعم. وانا كان لازم اروح اسافر جدا، وكنت انا عندي احساس انه هو حيعمل حادثه. فعلا عندك الحاسة؟ يعني كل انسان عنده الحاسة، ولكن احيانا تجي بشكل يعني عميق او كبير. فانا كنت كان عندي احساس كبير جدا انه هو لازم